مساء الخير لكم انه مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. من وين بدنا نبلش؟ بالمظاهرات ولا قطع الطرقات ولا قطعه الكهرباء ولا المشاكل ولا حرق الدوليب؟ يعني ما بقى عارفين شيء من شيء. اليوم مثل العاده موجود معنا النقيقه لنعرف منهم فعلا وينية الدوله وشو النقه اليوم. يا مصور عم تصوروا؟ هلي عم تصوروا؟ نعم يا استاذ، نحن هلا مباشره. هلي عم تصوروا؟ عم يصورونا يا خيي. ايه عم يصورونا. وينية الدوله؟ 10 اولاد عنده خيي، ليك انه موزل عبر هالشاشه وقد اعذر وخلص. ها نعم استاذ، نحن ما نعرف. مش مضطرين. ايه استاذ، شو النقل الجديد اليوم؟ شو المشكله؟ يا ستنا انت منك عايشه بهالبلد، ما عم تشوفي؟ ما بقى حدا يحمل. عفيش كهرباء، صار لنا جمعتين عفيش كهرباء، 10 اولاد عنده بدهم يدرسوا. مزبوط مش مضطرين، لك شو عندهم بهالنهارات؟ يا استاذ نعم مزبوط معك حق، بس انه الدوله يعني على شو ولا على شو بدها تلحق؟ جينا عم نعلق على شرايط الكهرباء بالضيعة. نعم. عم بيخلوناش؟ معقول يا استاذ عم تعلقوا على شرايط الكهرباء وكمان مفقوسين؟ يعني انه شو خاص الدولة يعني بتعليق الكهرباء؟ منيح ما انه لك لما نعلق على الكهرباء عم تنقطع. طيب انه بس شو خاص الدولة اذا انتم عم تعلقوا على الكهرباء؟ لك يكبروا الامعية. خليها تصير تحمل. ايه شو لك؟ ايه كبروا الامعية. مش مضطرين. بدنا نعلق ساعة اللي بدنا نحن بالضيعة وين ما كان، كل العالم عم بيعلق. العالم عم تيجي عم تعلق. ليك يا دموزيل عبر هالشاشة وقد اعذر وبدنا نحتاج. نعم. معقولي يا عمي نحن هلا بهالسنين وما عندنا كهرباء على ليك يا دموزيل نزلنا عملنا مظاهرات، بدنا نحتاج بالمظاهرات. نعم. بس عندنا مشكلة تانية. شو هي المشكلة؟ قصة الدوليب. ما كناش نلاقي دوليب، لك كل عمرها البورة هون فيها دوليب، أكانش فيها ولا دوليب، ليش؟ ليش أبي عملوا لناش دوليب لنحتاج ونظهر عليهم؟ ونحرقهم. يا أستاذ يمكن موسم مشان هيك مقطوع الدوليب. ما بنفهمش. 10 أولاد عنده خيي، ليك يا دموزيل، رحنا لعند بياع دوليب، قلنا له بدنا دوليب لنحرقهم. نعم. حسب لنا الطقم ب 200 دولار تيوبلس. قلنا له إيش بدنا في تيوبلس؟ أنا هيدا بضاين أكثر. قلنا له ما نحرقهم. أنا ما بفهمش، هيدا لازم ياخذوه يحطوه بالحبس. طيب معك حق. ليك يا دموزيل عبر هالشاشه وقد اعذر. مش عم يضاينوا الدوليب؟ كل عبرنا نجيب الدولاب التيوبلس نحطه يضاين ساعة وربع. نعم. قديش ضاين الدولاب؟ ما في 10 دقايق وانطفى. غب غب 10 دقايق وعشر اولاد عنده خي. ليك يا دموزيل عبر هالشاشه وقد اعذر وخلص. من هلا عم قلكم بدكم تدعموا لنا سعر الدولاب مثل ما بتدعموا سعر الطحين. طبعا. مثل ما بدعموا سعر البنزين، دعموا لنا سعر الدوليب وكبروا لنا الاميه وخلص. لازم يدعموا سعر الدوليب لانه في استهلاك. 10 اولاد عندهم غي مثل ما عم يستهلكوا. ولك وشو عندهم بهالنهارين وقد اعذر وخلص. ما تحكيش معه ولا كلمه. لك يا خي مشي قدامي. لك عم بقول يدعموا الدوليب مثل ما عم يدعموا الطحين لانه في مصروف كثير دوليب. ما تحكيش معه، خليها تحكي لوحدها وقد اعذر.